حتى الآن ما زال حزب الله ينفذ أو يطلق الصواريخ باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية. نتحدث عن منطقة عتليت، استهدف رشقة صاروخية من قبل حزب الله على هذه القاعدة التي تعتبر تابعة للنخبة البحرية في إسرائيل. وأيضا كان هناك استهداف لكيبوتس ساعر ووقوع إصابات نتيجة انفجار صاروخ بهذه المنطقة بالقرب من نهرية شمال البلاد. أيضا عدة استهدافات إلى شمال وشرق وجنوب ضواحي مدينة حيفا، باتت هذه الاستهدافات بشكل يومي منذ 3 أيام من قبل حزب الله، بالإضافة أيضا إلى سماع دوي أيضا انفجارات وسماع صافرات الإنذار بمنطقة وادي عارة. نحن نتحدث عن الشمال كاملا باتت تحت نيران حزب الله. واليوم صباحا وصل صاروخ أرض من جنوب لبنان باتجاه منطقة تل أبيب، شمال تل أبيب، كان يراد منه الوصول إلى المقر الاستخبارات 8200 التابع للموساد الإسرائيلي. ولكن تجدر الإشارة إلى أن الحديث في إسرائيل وأيضا ما صرح به رئيس الأركان عن احتمالية مناورة برية واستدعاء قوى لواءين اثنين من قوات الاحتياط المنطقة الشمالية للمناورة البرية والتدريبات على المناورة البرية. التقارير الإسرائيلية وخاصة المحللين العسكريين أو أغلب المحللين العسكريين ومنهم الصحفي العسكري يوسي نيمان قال إن استدعاء لواءين اثنين من الاحتياط لا يعني أن إسرائيل تنوي عملية برية. لواءين اثنين من الاحتياط غير كافي لمناورة برية في لبنان. وأيضا تجدر الإشارة إلى أن القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن أن المجلس الوزاري الأمني والمصغر سيجتمع اليوم عند الساعة 8 وسيناقش المقترح التي تنوي تقديمه الإدارة الأمريكية إلى إسرائيل بشأن صفقة شاملة بين إسرائيل وغزة ولبنان معا لتكون صفقة شاملة بين الأطراف. وتقول وسائل إعلام إسرائيلية من أن بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لسماع هذا المقترح من الولايات من الإدارة الأمريكية، وسيناقشه أيضا في زيارته إلى نيويورك. وتقول وسائل إعلام إسرائيلية بأنه سيقوم بفترة زمنية لوقف إطلاق النار حتى إعطاء الجهود للتفاوض ولجهود للتوصل لتسوية سياسية.